الراديو 90 90 هواها مصري. ليه بنشعر بالقشعريرة؟ القشعريرة أو القشعرة هي انقبادات بتحصل في العضلات الدقيقة الموجودة تحت منابت الشعر في الجسم. عند الحيوانات مش عندنا يعني، ده بتساعدهم ان هم يدفوا بشكل أسرع، لأنها بتخلي كل الشعر اللي على الجسم يحصل ان هو يقف كده ويدفيهم. ده غير ان كمان لما شعر الجسد يعني بيقف ده بيدي كأنه بيبقى أكثر كثافة. لكن عندنا احنا في الغالب بتحصل ممكن في حالة الخوف خضة، واحنا طبعا الشعر ما بيتفيهاش، لكن الجسم بيشعر القشعرة دي في البرد في وقت التعبير عن المشاعر ايضا، وده بيكون السبب العلمي ليها بيقولك نتيجة تدفق الادرينالين في الجسم في هذا الوقت. لما بنكون تعبانين او حاسين بالملل بنتاوب، التنفس بيبقى أبطأ والجسم بيكون محتاج كميات أكبر من الأكسجين، فبنتاوب بشكل لا إرادي، وأثناء ما بنتاوب الرئتين بيتملوا بالأكسجين وينتقل لكل خلايا الجسد. الواحد لما بيتاوب بيعدي، مش قادر أفهم السر لحد دلوقتي، لكن يلا كم واحد هيتاوب بعد ما يسمع سمر وهي بتتاوب؟ صباح الخير.